كنشكركم على هذه الاستضافه اللي كتستضيفوا بهذه المناسبه. كنحييكم لهذه الاستضافه، وفي اول حاجه كنبغي نوضح للراي العام هذاك الموقع اللي جا كان هنايا ودار شي حوايج مغلوطه تاسفت فيها انا بزاف. نورمالمون كنعرفوا الصحافه كتعطي هذاك الشيء اللي كاين حقيقه، ماشي كتكون منحاز للطرف الاخر. هذا ما تقبلناش. انا كنبغي نوضح، كانوا كيقولوا ان راني خارق المحال وزيت هذاك الشيء عشوائي، هاد الشيء كله ما كاينش. انا عندي الرخصه ديالي بالصالح وعطى لي المجلس البلدي، ماشي هذاك الشيء عشوائي. كيف كتشوفوا كيقول لك راه صالح وخارق القانون، هاد الشيء ما كاينش. وثاني حاجه كنشكر القضاء اللي انصفني اليوم على دوك الناس اللي كانوا تهجموا عليا في المحال وانصفني، وكنشكر القضاء وكنوجه لي الف تحيه. خير دليل لو مرة تعتقلوا اليوم، وكيقولوا ان راني زايد في البراس هاد الزرقاز المحال ها هما كيف كيقولوا، وكيقول لك راه ما كاينش مين دوز هاد الكديز الطريق انه ما كدوش، منين كيدوزوا واش كيدوزوا عندي موصل المحال. ثاني حاجه كنبغي نشكر، انا بغيت نعرف واش هذا باب ولا ماشي باب. هذه اول حاجه، هذا ما بقاش باب، انا كيبان لي زنقه. إلا كان هذا باب أنا بالنسبة لي أنا ما نبقاش نبقى ندوز منه، نورمالمون باب ديال العموم خصو يكون واضح. وكاينين شي خروقات أخرين أنا بصراحة كنتفاجئ اليوم، خاصة شي لجنة تقنية مختصة اللي تشوف. بحال أنايا دابا عندي محل 47 القرار كيولي عندي 48، أنا ما عرفتش كيفاش الحوانت كيتزادوا. نعرف الحانوت أنا لكن كيكون عنده القرار، ماشي كيكون غا زايد. كيفاش انا 47 ولا تعدي 48؟ ما نعرفوا هاد الخروقات اللي كاينين. وبهذه المناسبه انا كنتمنى تجي لجنه تقنيه اللي تشوف هاد الشيء وتوضح هاد الحقيقه اللي كاينه، اللي كيقولوا لك انا راني زايد. بالعكس انا يا بالرخصه ديالي وما كاينش شي حاجه زايده، وكون كانت انا زايد المجلس البلدي ما غيعطينيش شي رخصه اللي غير هكاك عشوائيه. وكيقولوا ان راني الزنقه راه كما هي، راه ما يمكنش ما تدوش. حتى كتشوف عباد الله كيفاش كيدوزوا. وانا بهذه المناسبه كنعاون نشكر القضاء وكنوجه لي الف تحيه لانه انصفني اليوم وخذا لي حقي، والف تحيه لكم انتما يا وعاش الملك. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها باس اذا خليتيو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.